يعني غير حياة هذا الشخص تماما. يعني شخص كان ممكن يموت ما حد يعرف عنه أي شيء إلى شخص إيش ناجح وملهم وكمان كيس بطل. طيب ليش نحن لما تحصل لنا مواقف قوية مثل دي نقرر بعدها إننا نتغير الأحسن؟ ليش هو لما حصل له حادث قوي قرر بعده إنه يتغير الأحسن؟ لأنه في الحقيقة نحن مش مخلوقين عبث، مش مخلوقين من ناكل ونشرب وننام. لا طبعاً إحنا خلقنا الفطرة عمارة الأرض، يعني إيش باختصار نأثر ونتأثر في الناس. وعشان هذا الشيء يتم بنجاح إحنا محتاجين نكون أشخاص واعيين. واعيين بإيش؟ واعيين لكل الاحتمالات والمتغيرات والثوابت اللي ممكن صادفنا في حياتنا، واعيين كمان لكل المشاكل اللي ممكن صادفنا، وكمان واعيين للشكل أو للأسلوب الصحيح في التعامل معها. وأهم وسيلة لرفع مستوى هذا الوعي هي إيش؟ القراءة. طبعاً هي مخصوص القراءة، حصة القراءة اللي كنا ناخذها أيام المدرسة اللي كانت أغلبها إجبارية وأغلبنا خرج منها ماله ولا استفدت شيء، حافظين شيء؟ ما حد حافظ شيء. ليش؟ لأنها إجبارية. لكن هنا نتكلم عن القراءة كهواية، إنك تمارسها حتى لو في أوقات فراغ. اقرأ ورقة، ورقة عادي مش مشكلة في البداية، حتمل ما تقول أنا مش قارئ وأنا ما أحب القراءة عادي. أصحابك كمان ممكن بداية يتمسخروا عليك، شوفوا صاحبنا المثقف العميق صح؟ كلهم كده، أغلب الجيل هذا كده. بس عادي، أنت لما تشوف تأثير القراءة عليك وعلى حياتك وشخصيتك وأفكارك والثقة على كل شيء، تلقائيا الهواية دي بتتحول إلى عادة يومية إلى أن تصل إلى أعلى مستوى في مهارة القراءة، يخليك قادر إنك تقرأ 20 ورقة في وقت قصير جدا. لا وكمان مستوعب كل المعلومات اللي فيها. هذا غير إنه البيئة اللي دحين حوالينا وفرت لنا كل الإمكانيات السهلة للقراءة، يعني ماشي معكم، وفرت لنا المكتبات المجانية منتشرة بكل مكان، في أغلب الكوفيهات، في أغلب الأماكن العامة، ولا لا؟ بكل ما بفتح كوفيه لا تكتب. ومكان كمان وفرت لنا مثل هذا اليوم حضور حلقات نقاش مجانية، الحضور مجاني. كمان لو احنا بنتكلم عبر الانترنت وفرت لنا حاجزنا أهم اختراع الكتب الصوتية، يعني قادر أنت تسمع كتاب للناس اللي مش معاهم وقت. اقرأ، اقرأ عشان تكون شخص غير عادي، شخص تتحول من مكان وسيلة لتحقيق أهداف غيره، تتحول تكون أنت السبب، يعني أنت الهدف وأنت الناس اللي تكون مثلك. اقرأ واكسب الوقت، ما تنتظرش حادث يحصل لك أو شيء حاجة صعبة هي تحصل لك عشان تكون إنسان واعي وترفع من مستوى وعيك. آخر شيء حاب أقوله في لقائي من هذا إنه عند الله وفي الحياة لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. طيب أي حد عنده سؤال بخصوص القراءة، بخصوص ملل القراءة، بخصوص أي شيء ممكن يسأل، تفضل معنا وقت قصير بس. أنا بس حابة أسألك عن متلازمة نصف الطريق اللي بيعانوا منه، أصل إلى نصف الكتاب ولا أستطيع تكملته، إنه كتاب تمام متأكد بستفيد منه، لكن متي إيش أسوي؟ لكن حابة إن أنا أتقن كتاب ثاني حتى لو مش شفته تمام خلاص أتقفز من كتاب. المتلازمة هذه مع الكل أغلبنا مستحيل إنه بينسى الكتاب ويخلصوا الأخير، لازم يمل، وهذا الشيء طبيعي وخاصة إذا كنت في البداية. معلش عادي ملي وإرميه، بس مش إنك بترميه نهائيا، هذا أول شيء. ثاني شيء ادخلي في تحدي مع حد من الأصحاب، إيش رأيك لو أنت أقرأ هذا الكتاب؟ خلينا بعد فترة، بعد شهر، بعد أسبوع، خلينا لو أنت تبدأ نتناقش في هذا الكتاب، هذا أفضل وسيلة. والشيء الثالث اللي هي فعلا اللي هو خلاني فعلا ارتفع اكثر مصادقه القراء، كل ما كان معي اصدقاء قراء اكثر كل ما كانت الرغبه في اني اتطور وارفع وعي بتكبر اكثر.
سبقا لموضوع انه احنا عبدالله من كل دول انها تحصل ان انت تمر على عشر اوقات توصل للوقت العشر تحس ان انت ماشي في حاجة يعني استفدتها او بتصح لو فكرت انك تسترجع اشي اللي قريته في العشر اوقات تحس انك كانت مفرش حاجة وفعليا انت عديت العشر اوقات طلبت هيك بس فعليا طلع يعني لا شيء فما هو الحل هذا هو طيب المشكلة هذه مع كل الكتب بس أنواع معينة من الكتب كلها مفتوحة أنت برضو نفس المشكلة لازم تصادق القراء لازم تدخل في تحدي أنت وناس معينين طيب قول لهم خلاص معلش الكتاب هذا ما عجبناش غير كذا لكن في حال إنه نفس الكتاب اللي تحصل لك هذه المشكلة إذا حاجة أنت ترفع وعيك بالنسبة للكتب من جمهور التخصصي عن
أمرها بحقيقة حياة وهوية لنادين. تخصصي مش كامل، تخصصي كل يوم متطور، في كل يوم حاجة مو بس أنا هذه الحاجات الكتابة والرسم وهذا الشيء أنا خدته هواية جدا. ليش؟ لأنه أنت كل ما بتمارس هواياتك كل ما أصبحت شخص واثق من نفسك أكثر، كل ما أصبحت شخص معطاء، كل ما أصبحت شخص قادر أن تتجاوز أي شيء، لأنه خلاص أنت أصبحت مشبع. ما فيش شيء بلا ينطفئ، تخصصك وأنت عارف فيه، هواياتك وأنت عارف فيه، وهذا هو الشيء اللي القراءة بتنفعك، أنه أنت تكون شخص واعي، قادر تستوعب كل شيء حولك. أول شيء أحيي يعني الفعالية الشعبية شيء كبير خلاها فينا، وهو أيضا الحضور أصلها مميزة، حضور مميز للمرأة. في أول فعالية كنا نتكلم عن المرأة التي تقع مع المرأة والرجل الذي يقع مع المرأة، هو فكر معين يقع مع المرأة، طريقة تفكير معينة، سواء كانت لدى الرجل أو لدى المرأة تقع مع المرأة. المرأة في تيدكس في هذا اليوم حاضرة بكرة خلال شخص نادين وأنا وبقية. في شيء ظريف عجبني يعني في شارع حلوة، لأنه ممكن أنا أسمع كتاب. وإحنا قررنا نفتح مرة الأستاذ عبد الله البردوني في البداية. الأستاذ عبد الله البردوني كان من أكثر أو من أكبر الخبراء بالكتب وهو كبير. أنا سميته في المقال القارئ البردوني. ففي ألف طريقة تخليك تجمع معين كتب، حتى الأفلام المأخوذة عن رواية هي نوع من القراءة على الرواية، نوع من القراءة البصرية وليست القراءة النصية فقط. حكاية أيضا الكتاب اللي ممكن ما يعجبك شيء في صورة مثلا، هالشيء عن الإشارة من هذا النوع. في كتب كثير من الناس يشتروها مش عشان يقروها، علشان يقتنوها تساعدهم في قراءة كتب أخرى. مثلا القاموس، كل الناس بيشتروا قاموس عربي عربي على الإنجليزي الإنجليزي عربي، بيحطوه في المكتبة، مهم جدا في المكتبة، بغض النظر هل هاخذه أخرى ولا لا، أنا هاخذه هرجع له كلما احتجت إليه. سؤال بسيط بعد هذه المداخلة. إلى أي مدى شفتي أن الكتب وصلت لي القراءة، الكتب وصلت لي التجارب خليتها مستحيل ممكن، خليتها مستحيل جوا الكلمة عشان ما نخش عن المجهول. الشاب المتعب اللي كان بيتكلم تكلم عن تجربة حلوة وفعلا هو مقتنع أنه ما مش مستحيل نقدر نعمل أي شيء. القراءة، القراءة نفسها هي بتوصلي تجارب من هذا النوع بتساعدني على أن فعلا أؤمن بأنه ما مش مستحيل. القراءة عموما دائما بترفع سقف الوعي، وطالما سقف وعيك عالي ما فيش حاجة بتطفي قدامك. هذا أول شيء. ثاني شيء، القراءة بتسويك بحالة غنى وكشخص بتخليك ثري. ما فيش شيء ممكن بتقول هذا ممكن بيسوي لي مشكلة، هذا ممكن بيوقف بصدي، لا، بتكون شخص قادر انك تتجاوز اي شيء، لانك عارف بكل الامكانيات اللي حواليك وكل المشاكل اللي ممكن تصادفها. كمان الشخص الواعي القارئ اللي هو ممكن اي شيء يشوفه مش انه مستحيل. ليش؟ لانه قادر يشوف المشكلة الوحدة من اكثر من زاوية، وبالتالي يجد لها اكثر من حل، عكس الشخص اللي هو ممكن هو قارئ كتاب او انه متابع وممكن يقول ما فيش حل، او ما في اي حل واحد وكمان مش قادر، ما فيش شيء مستحيل. السلام عليكم. وعليكم السلام. خليني استكمل مداخلتي قليلا. طبعا انا غير معتاده في البلد العربي في كثير من الاماكن الاخرى. انا معتاده طبعا في القراءه الواعيه والقراءه السريعه والى اخره. نصيحه في موضوع القراءه، بما انه موضوع كله يتعلق بالقراءه. طبعا القراءه انا ما انصح ان الجميع يقرا كل شيء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ كان يتعود من العلم الذي لا ينفع، مش معقول ان انا اقرا كل شيء لا شيء. الثقافه انه تاخذ معلومات من كل شيء، لكن تخصص، خلي عقلك واعي في شيء يثمر عقلك، تستطيع ان تعكسه على واقعك، تستطيع ان تسقط بشخصيتك، تستفيد في حياتك. اما القراءه مجرد القراءه انا لا انصح بها. في شيء ممكن يساعدك كقارئ تريد فعلا ان تعلم قراءتك بشكل صحيح عند اختيار الكتاب، في عوامل كثيره. عندما تقرأ الكتاب جمالة منها ابدأ تفحص الفهرس، ابدأ أكثر من عن ما يريد الكاتب أن يوصل إليه. عندما تصفح الفهرس حتكون في مجموعة أنا موجودة معك، شوف الأمور اللي يجبك أن تحس أنه فعلا طرح تساؤل في دماغك أو وجود تساؤل
ليس ممنهجا كالكتابات الغربية. الكتابات الغربية عندما تأتي الخمسة أسطر الأولى للكاتب يعلم فيها الفكر الذي يصحب بعد ذلك يسرد. الكتابات العربية تعتمد على الشرح الدش أو المستفيد الذي بعد ذلك يسرد حتى تحدد ايش الشيء الكاتب ايش الشيء وصلك. في مشكلة شيء يعني أقول شيء لو ماني بقاطعك، أحيانا السرد هذا بيخليك غنية غنية بكل المعاني حتى اللغة العربية. يعني مثلا قبل يومين هو كان معنا اجتماع مع الأصحاء، قال لي كلمة أنا اليوم مستقل. قلت له إيش يعني؟ لا مستقل. قلت له هذه أنا أول مرة أسمعها. قال لي لا كلمة عربية موجودة. ليش؟ لأن شخص قارئ قال حتى كل سنة. هذا هو احنا مش طيب. مع الاسف مش كل الكتابات بالكتابات الموجوده عندي تشوفيها هنا لما دخلتي المكتبه بدات تاخذي الكتب، مش كل الكتب ياخذ اللغه العميقه، ياخذ الكتب يعني اللغه السطحيه التي ما تفيش القارئ بالشكل الذي انت تريدين فعلا انه يصير عندك اقرار لغوي او اقرار معرفي تجاه هذا. فانت انت نصيحه لاي واحد يحب ان يريد ان يكون قارئ واعي انه يبدا يفحص ناقصه مفهوم الكتاب او القراءه الواعيه عشان فعلا ياخذ الشيء اللي هو يحتاجه. وبالتالي هذا يساعد حتى مثلا تجاه الاستاذ الاخ اللي يسال عن كيف ممكن ان استفيد من هذا الكتاب. في عده طرق وفي عده اساليب في عده وسائل من باب منها انه انت اثناء قراءتك في موضوع معين او تخصص معين او شيء معين اما ان تعمل لك اسئله تحول الموضوع الى اسئله جوانب الكتاب أو تخصصها كتب القلم الدستوري تشرع هذه المعلومات قد تساعدك في الاستجابة فيما بعد. شكرا لك، هذه كانت مداخلة حلوة حلوة بعض أفكارك، بس نفسي أقول هيك كما أخير من الوقت انتهى إنه أعرف كل شيء عن شيء وأعرف شيء واحد عن كل شيء. شكرا.